لو توأمك حب يكلمك دلوقتي ويفضفض معاك، يا ترى هيقولك ايه في الطاقة الحالية؟ معاكو روبي، ما تنسوش اللايكس والاشتراك في القناة. الهارب بيسأل نفسه دلوقتي، لو جه كلم توأمه يا ترى هتسمعيني؟ يا ترى هتديني فرصة تانية؟ انا عارف كويس قوي ان الموضوع مش سهل، ومش موضوع مش سهل عليكي، ويا ترى انت عرفتي تسامحيني اصلا، او هتعبريني، ولا حتى تبصي في وشي، ولا حتى تردي عليا في رسالة؟ انا عارف كويس قوي اللي انا عملته ما كانش قليل. انا عارف ان انت استحملتيني كتير، وضيعتي وقت في العلاقة دي كتير، وصبرتي عليا وصبرتي تاني، وطول الوقت ده وانا ساكت ساكت وما بتكلمش، صمت كبور، ما بعملش حاجة غير ان انا بتجاهل وبحط ماسك. بس والله انا عايزة اتكلم معاكي، وبجد انا مش ناوي لا الف ولا دور ولا اماطل ولا اعمل اي حاجة من اللي انا كنت بعملها. وانا معترف ان انا كنت بعمل كده، انا كنت مراوغ فعلا، انا كنت كده. بس انا المرة دي ناوي اجي اتكلم واحط نقط على الحروف في العلاقة الغريبة بتاعتنا دي اللي لا ليها ملامح ولا ليها اول من اخر. انا عارف، بس انا دلوقتي عرفت وتأكدت ان المشكلة فيا، ده على اساس ان هو كان شاكك يعني. بس انت عارفة انا اتأكدت ازاي؟ ان انا ما كنتش قادر افهم نفسي ولا افهم مشاعري، فعشان كده انا ما كنتش قادر افهمك. انت من كتر ما كنتي واضحة، سواء طبعا اللي بيسمعني راجل او ست، انت او انت، سواء على قد ما انت كنت واضح وبسيط وقريب وحنين وطيب ودود، على قد ما كنتش متخيل ان ده حقيقة اصلا. كنت دايما بدور على ايه الان اللي في الموضوع، اكيد في حاجة مستخبية. ما كنتش قادر افهم من كتر بساطتك، انت كنت معقداني. من كتر ما انت كنت بسيطة وانت كنت بسيط، انت كنت معقدني. انا بجد كنت خايف، كنت حاسس ان في احسن يكون كمين. انت لازم تعذريني، انا عمري ما شفت كده قبل كده. طبيعي ان انا ما كنتش اعرف افهم مشاعري. واوعى تفتكري المدة اللي فاتت ديت انت بس اللي كنت بتتألمي، ابدا والله انا كنت كمان بموت. انا بموت بقى من كل حاجة، ان انا ايه المشاعر القوية دي، وانا حاسس ليه كده اصلا، وانا مش عارف اتعامل مع مشاعري، ولا عمري عرفت اتعامل مع مشاعري، وكنت مجبر ان انا اتعامل مع مشاعري طول ما انت بعيد. كنت بحاول افهم، كنت بحاول الاقي حل، والاقي اعرف طب هي بعدت ليه، هو بعد عني ليه، طب ما انا ما كان جنبي وكان مونسني. لكن بعدك بجد صحاني، فتح عيني على حاجات كتير، وفتح عيني على حقائق انا ما كنتش حتى اتخيلها. انا عايزه اعترف لك بحاجه، انت عارفه ان انا طول المده ديت كنت حاطك تحت الاختبار. معلش ما تزعليش، بس بجد انا ما كنتش مصدق على قد ما انتي بسيطه وقريبه ان ده حقيقي، ان ده في ناس كده في الدنيا. انا ما شفتش كده، كنت دايما بحطك في اختبار واشوف رد فعلك ايه. وانتي كنتي بتتصرفي بتلقائيه غريبه، تلقائيه بتقتلني، اللي هو انتي ازاي كده، ازاي بسيطه كده، ازاي مش بيفرق معاكي كده. انتي عارفه كويس قوي ان لو حد عمل معايا ربع اللي انا عملته معاكي، ان انا مش عايز احلف، بس بجد انا زماني قاعد في اوضتي منهار، بعيط بلطم، مش عايز اواجه نفسي ولا اواجه العالم دوت، ان حد اذاني الاذية ديت، وبهدل قلبي البهدلة اللي انا بهدلتها لك. انا مش هقولك انت علمتيني القوة، انت علمتيني القوة النفسية، او ازاي ان مش اي حد يأثر عليا نفسيا،
ان مش لمجرد ان حد يقيمني يقولي كلمة او موقف يضايقني ان انا اتهز. انت ما كنتيش بتتهزي على فكرة، انت مش فاهمة الموضوع ده مجنني ازاي. بجد الموضوع ده مجنني، علشان دي مشكلة حياتي من ساعة ما كنت طفل لحد وانا شحط كبير كده. انا كل همي ان الناس هتقول عليا ايه، وان انا احافظ على قلبي، وان انا ما احبش حد، وان العاطفة كلها عندي سطحية، وعلاقات انا اللي ببقى متحكم فيها. فكل مرة كنت عايز اصطادك انت اللي كنت بتصطاديني، من كتر ما انت كنت حقيقية بس وطبيعية، وهو ده طبعك، وهو ده ستايلك، ومستمرة بيه على طول الخط قطر، لا بتتلوني ولا بتعملي اي حركات ولا بتراوغي زي انت كنت ستريت لاين وانا كنت زجزاج، اجيلك كده واجيلك كده واجيلك كده، وانت كنت قطر. بجد انا بحترمك جدا، طبعا بحبك جدا، بس انا كمان بحترمك، بحترم شخصيتك وبحترم قوتك، بحترم ان انت واضحة، ما بتتلونيش وما بتتغيريش ومش محتاجة تعملي كده الحقيقة فعلا والله. يعني انا بروح الجيم على فكرة عشان اعمل عضلات، بس انا مش قوي زيك، انت اللي قوية فعلا، انت قوية، انت اقوى مني. وبصراحة الاعتراف ده صعب قوي ان انا اقوله على لساني بصراحة. كان ذكائك بيخوفني، كنت بحس ان انت من كتر ما انت ذكية انت بتعرفي تعدي المواقف والامتحانات اللي انت بتعمليها اللي انا بعملها لك. بس الحقيقة اكتشفت ان انت طبعا ذكية، بس انت كنت بتتعاملي بتلقائية، انت ما كنتيش حطاني اصلا ان هو بيحطني في امتحان او غيره، لا هو ده طريقه، هو ده ستايلي، انا مكنتش بحتاج اتلون عشان ارضيك او انك تعجب بيا ابدا. لدرجة ان انا اللي زهقت وعرفت ان انا بلاش اقول كلمة وحشة عليا بس عرفت ان انا اللي ضيعت وقت وضيعتك وزهقتك وطلعت روحك من كتر ما انا كنت، انا اسفة، جبان، ما كنتش شجاع زيك، ما كنتش جريء زيك. بس والله انا اتعلمت الدرس، انا عارف اني اخدت وقت طويل جدا، بس انا اعمل ايه، كنت فاكر نفسي ناصح، كنت فاكر نفسي انا الديب السحلاوي، وانا اللي هجيب الديب من ديله، وده حلاب قوي وصايع قوي. واكتشفت ان انا كل دوت حركات، كنت ممكن ابقى اقوى 100 مرة ان انا اكون حقيقي، وانتي علمتيني كده. انا المرة دي ناوي افتح قلبي وافتح قلبي وعقلي ليكي. انا ما كنتش متاح للحب، ما كنتش متاح ان انا ابقى صادق او ابقى قادر اتكلم معاكي، ما كنتش كده. طيب اعمل ايه؟ بجد اعذريني على تضييع الوقت، بس على قد ما انا ضيعت وقت انا بجد بشجع نفسي وعايز اخد الخطوة، وبدعي ربنا بس انك تديني فرصة انك تسمعيني تاني، تديني فرصة اني اشرح لك. نفسي تعذريني، نفسي اعيش معاكي الحب والسعادة، نفسي ارتبط بيكي، نفسي تفضلي في حضني، نفسي في حاجات كتير قوي معاكي. يا ترى هتقبليني تاني؟ هتديني فرصة؟ انا عايزة اعترف لك بحاجة تانية، انت عارفة ان انا كل اللي انا كنت بعمله معاكي ده هو اتعمل فيا. طبعا انت مالكيش ذنب، ويعني مفيش اي علاقة ومفيش اي وجه مقارنة، بس انا بشرح لك ان من كتر ما انا اتقلمت في علاقات فاشلة تانية او اتأذيت واتخنت، انا ما كانش عندي استعداد، فانا كنت
زي ما اكون كده عامل عهد مع نفسي او حالف ان انا مش هخش في علاقة تانية، وان انا مش هحب تاني، وما كنت وكل اللي انا كنت بعمله ان انا ما اسمحش بالحب ان ده يحصل، واكتشفت في الاخر ان المشكلة عندي مش مشكلة مش عندك، انا اللي ما كنتش عارف افهمني، انا اللي ما كنتش عارف افرق النضيف مش من اللي مش نضيف الحقيقي من المزيف. انتي علمتيني ده. هو انا يعني برضو ما كنتش عايز اعترف، بس اعترافي التاني ان انتي علمتيني حاجات كبيرة قوي، بالاخص لو اللي بتسمعني ست بتسمع لهارب رجل، هو عمره ما هيقولك ان انتي علمتي دروس او ان انتي غيرتي في العقيدة المبادئه يعني او مفاهيمه عن الحياة. انتي حرفيا غيرتي فيا، غيرتي مفاهيم كتير قوي، نظرتي للامور وحكمي للامور وحكمي على الناس. كان في حاجات كتير قوي كنت بشوفها كبيرة قوي، بس لما بصيت عليها تاني قلت اوكي صح، ايه المشكلة انها تتعمل. كنت بحس ان في حاجات اوفر قوي بيحبها اوفر قوي، يعني كان المفروض يعمل، لا فعلا فهمت يعني ايه حب، وان يعني ايه لو حد بيحب يضحي. انا كنتش بفهم على فكرة الكلام ده خالص، من كتر ما انا كنت متألم، من كتر ما انا كنت مجروح. دي كانت رسالة الهرب لو عايز يفضفض بيها في الوقت الحالي معاك. بحبكم قوي، واشوفكم في الفيديو اللي جاي.